السلام عليكم. هنشرح سريعا في الفيديو ازاي ممكن استخدم الكيم سكتش في رسم رياكشن ميكانيزم. هناخد على سبيل المثال التفاعل بتاع الـ SN1، نرسم الميكانيزم مع بعض، وبالتالي ممكن نتعلم ازاي كيفية رسم الاسهم، وسواء كانت الكيرفد ارو او الفورورد ارو، الكريبيوم ارو او الريزونانس، كافة انواع الاسهم انا بستخدمها يا اما في رسم الايكويشن او في رسم الميكانيزم نفسه. فهنبدأ بالترشر بيوتانول. تمام. بعد ما برسم الترشر بيوتانول بعمله سيليكشن، وببدأ اختار من الايكون بتاعت كلين استراكشر، اضغط عليها علشان يسوي لي الانجل بينها بين بعض. المفروض ان التيرشر بيوتانول بيتفاعل مع ال HCl وبيديني التيرشر بيوتايل كلورايد. علامة الزائد اللي بتبقى موجودة في التفاعل او اللي بستخدمها في الايكويشن بتبقى موجودة في التول بار من فوق، مكتوب عليها او لما بقف عليها بيطلع لي كلمة رياكشن بلس، بحطها كده جنب التيرشر بيوتانول وببدأ ارسم الهيدروكلوريك اسيد. باقي بعد كده ان انا ارسم السهم بتاع التفاعل. الاسهم بتاعت المعادلات بنلاقيها موجودة في الايكونز دي، في الايكون دي من فوق. اول ما بقف عليها كده بالماوس بيبدأ يجيني بيبدأ يطلع لي الايكونز. مكتوب عليها رياكشن ارو، بختار السهم بتاع الفورورد ارو. ممكن اختار لو انا عايز ارسم ريزونانس او ارسم الكوليبريم، ممكن اغير نوع السهم عن طريق المثلث الصغير اللي موجود في الايكون من تحت. بختار كده، بدوس على المثلث الصغير ده بيجيب لي اسهم مختلفة ممكن ان انا استخدمها في كتابة الميكانيزم او كتابة الايكويشنز. انا خلاص اخترت الفورورد ارو. المفروض بعد كده علشان اكمل بقية المعادلة بعمل ريبليسمنت للهيدروكسيل جروب دي بالكلورايد. فممكن بدل ما ارسم الاستراكشر تاني ببدأ اعمل له كده كوبي، بعمل كوبي للاستراكشر وبعد كده بعمل له بيست من الناحية التانية. بعد كده اعمل ريبليسمنت للهيدروكسيل جروب بالكلورايد، وابدا بعد كده ارسم المولكيول اوف ووتر اللي بيطلع معايا من التفاعل. كده انا رسمت الرياكشن ايكويشن. لو انا حابب بقى ان انا ارسم الميكانيزم بتاع التفاعل برسمه ازاي، المفروض في الاول ان بيحصل بروتون ترانسفير او بروتونيشن لمجموعه الهيدروكسيل جروب من البروتون اللي موجود على الهيدروكلوريك اسيد. فلو انا عايز ابين الخطوه دي باستخدام الكيم سكتش والكيرفد ارو هحتاج في البدايه ان انا ارسم اللون بير على الاكسجين، فباجي من الايكون بتاعت التمبلت اللي هي اول ما هقف عليها برضو بيقول لي open template window، بختارها. بعد كده في التاب بتاع organize، لما تيجي تدور كده في التاب بتاع organize هتلاقي في حاجة اسمها Lewis structure دي، لو مش متعلم عليها عندك علامة صح بتعلم عليها وبتدوس اوكي هتلاقيها ظهرت عندك على ايدك الشمال. ادي اهي لويس ستراكشر، بختار بعد كده الشكل بتاع اللومبير اللي انا عايزه وابدا احطه على الاكسجين.
تمام. طيب المفروض ان انا دلوقتي هرسم الكيرفد ارو اللي هيطلع من اللون بير بتاعت الاكسجين ويبدا يعمل ابستراكت للبروتون اللي موجود على الهيدرو كلورايد الهيدروكلوريك اسيد. امسح بس الجزء ده من الشاشه. علشان ارسم الكيرفد ارو ببدا اروح بدل ما انا كنت موجود على الاستراكشر مود بروح على الدرو مود عشان اقدر ارسم الكيرفد ارو بتاع الميكانيزم. بتحرك من الاستراكشر مود للدرو مود بلاقي كده في التولز او في الايكونز اللي موجود على ايدي الشمال بيبقى في شكل القوس او الارك بتاع الكيرفد ارو اللي انا برسمها في الميكانيزم. وفي برضو جنبيها مثلث صغير ببدأ ادوس على المثلث ده يديني اشكال مختلفة من الكيرفت ارك اللي انا ممكن استخدمها علشان ارسم الميكانيزم بتاعي. فمثلا ممكن اختار القوس ده نبدأ نرسم كده من اللومبير للهيدروجين. طيب انا كده رسمت القوس يتبقى لي ان انا ارسم الهيد بتاعه الارك ناحيه الهيدروجين علشان اوضح ان اللون بير اللي موجود على الاكسجين هي اللي خدت البروتون اللي موجود على الهيدروكلوريك اسيد. فبضغط دبل كليك على الارك بيفتح لي حاجه كده اسمها الاوبجكت بانل. الاوبجكت بانل بلاقي فيها الستايل ده اللي هو شكل الخط بتاع الكيرفد ارك اللي انا رسمه. ممكن يبقى منقط ممكن يبقى شرط ولكن اللي احنا بنستخدمه ساينتيفيكالي في رسم الميكانيزم هو الخط الكامل اللي هو ما فيهوش فيه فواصل. ممكن برضو اغير الويدث بتاعه الخط اتخنه شويه او ارفعه على حسب ما انا عايز. ممكن برضو اغير اللون بتاع الارك او بتاع الكيرفد ارو اللي انا مستخدمه. ممكن اخليه مثلا احمر او اخضر على سبيل المثال. ممكن هنا نخليه احمر نعمل ابلاي. بالنسبه لي بعد كده في عندي تاب اسمه ارو ده بضغط عليه. ده من خلاله بقدر اختار شكل السهم اللي موجود او شكل الهيد بتاعه الارك اللي موجود عندي. فبختار شكل الارك من شكل الهيد من الارو هيد شيب. بختار هنا يا اما السنجل الدبل هيدد ارو او السنجل هيد ارو على حسب انا بعمل بشتغل بالهيليتيروليتيك كليفج وفي سيبريشن للتشارج ولا بشتغل بالفري راديكال ميكانيزم. احنا هنا طبعا شغالين بالايونيك ميكانيزم فبختار الدبل هيدد ارو وبدوس ابلاي. لو نلاحظ كده ان السهم اترسم بالمعكوس يعني الاتش هي اللي بتعمل الاتاك على الاكسجين وده طبعا ما ينفعش. فلو عايز اغير المكان بتاع الدبل هيد ارو بدل ما هو موجود على اللون بير يبقى موجود ناحيه الهيدروجين باجي هنا من التاب بتاع سواب بضغط عليه بيغير لي مكان السهم. بدوس ابلاي يبدا يقلب لي السهم الناحيه الثانيه. برضو من ضمن الاختيارات اللي ممكن اختارها في حاجه اسمها الويث والهايت دي اللي انا بغير فيهم يعني شكل الهيد الارتفاع بتاعها والعرض بتاعها. ممكن اقلله او اصغره على حسب يعني المنظر الجمالي للاستراكشر او الميكانيزم اللي انا برسمه. تمام. ده اول كيرفد ارو انا رسمته فيه الميكانيزم. دلوقتي عايز اوضح ان الدبل بوند اسف السنجل بوند اللي موجوده بين الهيدروجين والكلورايد هتبدا تترفع على الكلورايد الكلورايد عشان تديني الكلورايد ايون. فبرضو ممكن اختار هنا الارك ده وابدا ارسم كده ان هو طالع من البوند علشان يروح ناحيه الكلورايد. برضو بضغط عليه دبل كليك ممكن اغير لونه اخليه مثلا بالاخضر شكل السهم برضو الدبل هيدد
نعمل ابلاي. ادي شكل السهم اهو اترسم، بس نلاحظ كده ايه ان الراس بتاعته مش متظبطه، فممكن نقلل الويث بتاعها نخليها 6 مثلا، والهايت نخليها 1.5، ندوس ابلاي. يعني شكله كده يعني معقول شويه، ممكن حتى نقلل الويث تاني، يعني اظن ان كده افضل. واضح ان هو دبل هيدد ارو. تمام، انا كده بعد ما خلصت خلاص من رسم الكيرفد ارو، برجع تاني للاستراكشر مود، ابدا احط السهم بتاع الستيب. السهم بتاع الستيب ده بيبقى المفروض ان هو بيبقى فيه اكليبريم ما بين البروتونيتد والانبروتونيتد فور، فبرسم الاكليبريم، السهم بتاع الاكليبريم، وابدا ارسم التيرشيا بتاع الكحول والاكسجين بتاعته عليها بوزيتيف تشارج. برضو بعلم على الاستراكشر بدل ما ارسمه تاني، ممكن اعمل له كوبي واجي هنا واعمل له بيست، احذف كده برضو اللون بير، ارجع تاني للاستراكشر مود واجي من الاكسجين واروح ساحب كده بروتون، وادي هنا الناحيه الثانيه وبالاكسجين عليها البوزيتيف تشارج. طيب الخطوه الثانيه من الميكانيزم وهي الفورميشن اوف كاربوكاتاين، بيبدا البوند اللي موجوده ما بين الكربون والاكسجين تتكسر ويبدا يحصل لوس لمولكيول اوف ووتر. طيب انا عايز ارسم الخطوه بتاعه الميكانيزم دي، برسمها ازاي؟ برجع برضو للدرو مود وابدا اختار هنا الكيرفد ارو وارسم كده ان البوند اترفعت على الاكسجين عشان تعادل البوزيتيف تشارج اللي هي موجوده عليها. بعمل دبل كليك على الارك وبرضو بختار هنا شكل السهم اللي هو دبل هيدد ارو، ندوس ابلاي. ممكن برضو نقلل الويدث بتاعه شويه، خليه مثلا 6، ونقلل الهايت خليه 1.5، ابلاي. يعني شكله كده مقبول. كده رسمنا الخطوه الثانيه من الميكانيزم. المفروض دلوقتي ابدا ارسم الكربوكاتاين. برجع على الاستراكشر مود و بختار هنا السهم بتاع الاكوليبريم. تمام، وابدا ارسم الكربوكاتاين اللي هو هيبقى الكربون هنا وعليها بوزيتيف تشارج. ممكن برضو اعمل كوبي للاستراكشر ده، اجي هنا اعمل له بيست، ابدا احذف الاكسجين والارك اللي هنا. دلوقتي انا المفروض ان انا عايز اعمل بوزيتيف تشارج على الكربونه اللي هنا. طيب هعمل بوزيتيف تشارج على الكربونه اللي موجوده هنا ازاي؟ في التول بار اللي موجود على ايدي الشمال هلاقي هنا علامه البلس اللي موجوده من تحت، اول حتى ما بقف عليها بالماوس بيجيب لي بوزيتيف تشارج، بمعنى ان انت لو عايز تحط بوزيتيف تشارج على الكربون اللي عندك، فبختار هنا بوزيتيف تشارج وبحطها هنا على الكربون بالكربون كاتاين اتكون عندي. نعمل كلين للاستراكشر عشان يرسم الاستراكشر في الدايمنشن المظبوطه. طيب افرض لو انا في الميكانيزم عايز اعمل نيجاتيف تشارج او عايز اعمل راديكال او عايز اعمل راديكال كاتايون، بجيبهم منين؟ برضو من نفس المكان بتاع البوزيتيف تشارج، بنلاقي برضو مثلث صغير كده موجود من تحت، لما بنضغط عليه بيجيب لي النيجاتيف تشارج والراديكال كاتايونز والراديكال وجميع الحاجات اللي انا ممكن استخدمها في رسم الميكانيزم. طيب المفروض دلوقتي ان بيحصل نيوكليوفيليك اتاك ما بين الكلورايد انايون على الكربوكاتايون علشان يكون لي الالكايل هالايد، فبرسم هنا الكلورايد. طبعا اول ما جيت ضغطت الكلورايد راح مكمل على طول الفالنسي بتاعته بالهيدروجين. لو انا عايز اخليه كلورايد عليه نيجاتيف تشارج، ببدا اجي هنا واختار النيجاتيف واروح رايح على كلورايد اين واروح دايس يديني عليها النيجاتيف تشارج، وما انساش البلس بتاعت المتفاعلات. ابدا بعد كده ارسم الارك بتاع
من الكلورايد او من النيجاتيف تشارج بتاعه الكلورايد على الكربوكاتاين اللي اتكون، بروح للدرو مود وابدا ارسم الدبل هيدد ارو بالشكل ده. ابدا اختار بعد كده السهم واضغط عليه دبل كليك، واختار هنا الشكل بتاع الدبل هيدد. بختار الشكل بتاع الدبل هيدد ارو وسبلاي، واخر خطوة في الميكانيزم تكوين الكاربو تكوين اسف الالكايل هالايد. ممكن نستخدم هنا فورورد ارو. نغير السهم، اختار فورورد ارو وابدا ارسم التيرشري الكحول التيرشري الكال هالايد. وبعد كده بعلم على الاستراكشر بتاعي واعمل كلين للاستراكشر علشان يرسم المركبات في الدايمنشنز المظبوطه كده سريعا. يعني ممكن نكون اتعلمنا ازاي نرسم الاسهم بتاعه الميكانيزم او بالنسبه للايكويشنز. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس وان ده يساعدكم في ان انتوا تعملوا الستيدنت ريبورت ان شاء الله السكشن اللي جاي. شكرا لكم.